في أول رد له على قرار المحكمة الاتحادية استبعاده من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، قال هشار زيباري خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد إنه يحترم قرار القضاء لكنه مبيت ومسيس وظالم على حد تعبيره. اليوم تفاجأنا لقرار المحكمة الاتحادية باستبعادنا من حقنا في الترشيح. احنا نحترم القضاء، احنا احترمنا القرار الولائي للمحكمة الاتحادية، لكن هذا القرار اخواني قرار مبيت ومسيس، لان احنا دفعنا كل الدفعات، كل القضايا اللي اثيرت حولي في النزاهة في المحاكم كلها اغلقناها. كان المفروض المحكمة الاتحادية يعني تنظر في الأبعاد الأخرى لهذا الموضوع. أنا مو قضي، هم ما يريدون رئيس قوي للعراق، ما يريدون رئيس قوي عنده خبرة للعراق إطلاقا. هاي خذوها مني وأنا مسؤول عن هذا الكلام. احنا نروح نتنافس بشرف تحت قبة البرلمان، خلي يجي وين اللي يجون يترشحون، أهلا وسهلا، ما عندنا أي مشكلة. بس كل هدفهم إعاقتنا كانت لعدم الوصول إلى جلسة البرلمان، وعطلوا العملية السياسية كلياتها على مود ترشيح هشار زيباري.